عم بتنام، شو بعمل؟ هاي أنا سميرنا، عم بتفكر وما عندك جواب؟ أم، بي، أولاد، عندي نصيحة لإلك. اليوم رح نحكي عن كيف أفعالنا كأهل بتعطي أهمية وقيمة أكبر لكلامنا، إنه نحط قوانين معينة ما بينفع بس، لازم ترافقها نتائج. النتائج فيها تكون إيجابية أو سلبية. مثل عن النتائج الإيجابية، فإذا سمع الولد كلمة أهله نتيجتها بتكون الأهل فخورين بالولد وفيه يتكافأ بأمور عدة، مثل وقت زيادة باللعب أو قطعة حلو. والنتائج السلبية بتكون مثلاً إذا الولد عم بيعمل صوت مزعج بالكباية والتولو يوقف مرة واثنين وثلاثة وما وقف، لازم تقوموا تاخدوا الكباية منه وتحطوه على جنب. وشو أهمية النتائج؟ إذا بدي شبه النتيجة بقول عنا مثل الحيط، يعني بتوقف التصرف الخاطئ وبتخلي الولد ياخد كلامكم بجد ويسمع منيح لما بتحكوا مرة تانية. بس نجاح الطريقة بيتوقف على بعض العوامل. واحد، الفورية، يعني إذا ابني كان عم بيعمل صوت مزعج بالكباية بخدها منه دغري فوراً، ما بنطر لتاني نهار لأخذ الكباية، لأنه الولد ما بيقدر يربط الأحداث مع بعض، لازم النتيجة تكون مربوطة فورياً بالتصرف الخاطئ. اثنين، مثابرة. المثابرة على القانون وعلى النتائج هو شيء مهم جداً. إذا ما ثبرتوا بنفس النتائج، فالولد رح يجرب يكسر الحدود يلي أنتوا رسمتوها لإله. المثابرة لازم تكون مرة بعد مرة ومع كل من الأهل، يعني الأم والبي، وهيك الولد بصير يتوقع النتائج لعمله الخاطئ. ثلاثة، المنطقية. لازم ننتبه أنه النتائج لازم تكون مرتبطة منطقياً بالعمل الخاطئ، ومش عمل إغاظة، لأنه فيها تزرع بالولد الغضب والحقد والعدوانية عنده. مشان هيك طلباتنا لازم تكون منطقية، وتوقعاتنا من الولد كمان لازم تكون منطقية. أربعة، النسبية. لازم دايماً ننتبه أنه نتائج تربيتنا بتكون فعالة بس تكون بنفس نسبة العمل الخاطئ، مش أكبر بكتير ولا أصغر بكتير. خمسة، النهاية. كل نتيجة لازم يكون لها نهاية، وما لازم تجرجر معنا كل نهار أو كل الأسبوع. لما بتنتهي بيعتذر الولد وبيوعد أنه يصلح الوضع، والأهل بيردوا بدورهم بغفرانه وسمحته وتشجيعه على العمل الصح. هيدا كان كل شي لليوم. دايما تسأل، سميرنا معك. باي باي.